الحاجة صيصة بتطلب من منى زكي مبلغ كبير علشان توافق تجسد شخصيتها في مسلسلها الجديد اللي هيتعرض في رمضان الجاري. طب ايه اللي عملته الحاجة صيصة علشان منى زكي تبقى عايزة تجسد شخصيتها وتقدمها قوي كده؟ هي فعلا شخصية مهمة؟ لو ما تعرفهاش تعالى اقولك هي مين وشوفوا طلباتها اللي قدمتها. انا آية يونس وتعالوا نعرف التفاصيل في التقرير ده. اتقلبت الدنيا على الفنانة منى زكي بعد ما اعلنت انها بتجهز لمسلسل اسمه تحت الوصاية، وقالت انها هتجسد شخصية الحاجة صيصة وهي شخصية حقيقية. واللي حصل ان الحاجة صيصة لما عرفت بالموضوع طلبت من صناع العمل تعويض ليها 300,000 جنيه. طب هي مين الحاجة صيصة اللي قلبت الدنيا على صناع العمل؟ هي ست عندها 64 سنة اتنكرت في لبس رجالي لمدة 45 سنة علشان تعرف تشتغل وتربي بنتها الوحيدة هدى، وده بعد ما توفى جوزها وهي عندها 21 سنة وكانت لسه حامل فيها. طب ما تيجوا نعرف الحكاية كاملة ايه؟ وقتها الصعيد كانوا بيمنعوا اي ست انها تشتغل، بس علشان تربي هدى بنتها ضحت بأنوثتها وقصت شعرها ولبست لبس رجالي، واضطرت انها تشتغل شغل رجالي زي بناء الطوب اللبن وبيع الترمس ومسح الأحذية بشارع المحطة بمدينة الأقصر، وهي دي الشغلانة اللي قدرت بيها تجوز بنتها وتطمن عليها لكن يا ولداه ما لحقتش صيصة ترتاح، وجوز بنتها جاله المرض الوحش وما كانش بيشتغل، فاضطرت صيصة انها تنزل وتشتغل من تاني علشان تصرف على بنتها واحفادها الستة. لكن صيصة كانت مؤمنة بان الست الاصيلة ما بتتجوزش بعد موت جوزها، لكن اخرة التعب ده كان ايه؟ كان لازم تلاقي تقدير. وفعلا في سنة 2017 وسائل الاعلام عرفت بقصة الحاجة صيصة ابو ضوح وانتشرت بشكل كبير. مش بس كده، ده كمان كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي كنموذج للمرأة المصرية المعيلة، وفازت بلقب الأم المثالية عن محافظة الأقصر، وكرامتها وزارة التضامن الاجتماعي، وحاليا قصتها في طريقها علشان تتحول لمسلسل وهيتعرض في الموسم الرمضاني اللي جاي، واللي هتجسد شخصيتها هي الفنانة منى زكي. بس الموضوع ده ما عجبش الحاجة صيصة، ولما عرفت من بنتها على المسلسل لما شافته في الأخبار على الفيسبوك طلبت تعويض 300,000 جنيه، وقالت إنها ترفع دعوى قضائية لو ما جالهاش التعويض، ومضت على موافقة منها بتجسيد شخصيتها، وده لأن محدش استأذنها إنهم يجسدوا شخصيتها. وطلبت كمان إن منى زكي تيجي تشوفها وتقعد معاها كذا يوم علشان تعرف شخصيتها وحياتها كويس، وتشوف هي بتمسح الأحذية إزاي والكشك اللي كانت عايشة فيه، وده لأنها بتحب منى زكي جدا زي بنتها. ووجهت لها رسالة وقالت لها أنا بحب أدوارك جدا وخصوصا مسلسل الضوء الشارد، ولو مش هتيجي مش هقبل إنك تجسدي شخصيتي. كمان وجهت الحاجة صيصة رسالة للشباب، قالت إن مش عاجبها حالهم ولازم يشتغلوا ويجتهدوا، وكمان طلبت من المسؤولين إنهم يساعدوها إنها تعمل عمرة في السعودية. مسلسل تحت الوصاية لو اتنفذ صح هيبقى من أهم الأعمال اللي بتقدم دراما عن شخصيات حقيقية، خصوصا انه هيبقى من اخراج محمد شاكر خضير وتاليف خالد وشيرين دياب، وكمان بطوله الفنانه الكبيره منى زكي والفنان دياب.